بعد 4 سنوات كان عناصر داعش يسكبون النفط الأسود على كورنيش الزاب لمنع الأهالي من الجلوس هناك خاصة في الأعياد والعطل. عادت العوائل لتحيي نفس العادات الخاصة بهذه الناحية التي تقع على ضفاف الزاب الأسفل، وعادت المضايف ليجتمع أبناء العشيرة على مائدة واحدة في ظل استقرار الوضع الأمني. الوضع مستقر جدا والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان في هذه المنطقة اللي عجزت عن وجود تنظيم داعش لطيل ثلاث سنوات متتالية، ولطالما ذقنا مر العذاب من هذا التنظيم الإرهابي المجرم. ناحية الزاب الأسفل تحررت من تنظيم داعش الإرهابي في يوم 23/9/2017، ولحد هذا اليوم لم يكن هناك أي خرق أمني في هذه الناحية. التنظيم الذي تدخل في تفاصيل حياة المدنيين وشرد الرجال والنساء ومارس شتى أنواع التضييق، لكن أهل الزاب التي تنتمي غالبيتها لقبيلة الجبور سرعان ما رص أبناؤها صفوفهم لحماية الناحية. السنة اللي بعد التحرير أول عيد نحس بناس وأطفال وناس تلعب، وإحنا بزمن داعش هذا الناس اللي موجودة هذه كلها ما كان موجودة. العيد اللي مر علينا فقط رجال ما يقارب 15 إلى 20 رجل فقط، ونساء ممنوع، أطفال ماكو، حلويات ماكو، جوع، عطش، قتل، يعني ما أشوف كله معلقين، لو ذبح لو جلد لو. الحمد لله إن شاء الله يعم على جميع المسلمين بعد التحرير هالعيد الحلو وهالناس المتونسة وأجواء حلوة. ما كنا يعني إحنا هذه نشوف الأجواء هذه ما موجودة. الاحتفال بالأعياد وإحياء العادات والتقاليد صفعة بوجه التخلف الذي أجبر الناس على مبايعته وسرعان ما تلاشى اتفاقه. للشرقية نيوز الأغا كركوك.